مرحبا بكم أبنائي الأعزاء في حصة جديدة من مكون التراكيب. سنتعرف في هذه الحصة على درس جديد تحت عنوان جزم المضارع الصحيح جزم المضارع الصحيح. إذن قبل أن نبدأ يجب أن نستحضر ما تعرفنا عليه في الحصة الماضية حول درس نصب المضارع الصحيح. إذن في الحصة الماضية قلنا بأن الفعل المضارع الصحيح في الأصل يكون مرفوعاً، إذن مثل أحافظ، أستنشق، أكسر. إذا قلنا الأصل في الفعل المضارع أن يكون مرفوعاً، ولكن قلنا قد ينصب الفعل المضارع إذا سبقه حرف من حروف النصب، وحروف النصب التي تعرفنا عليها في الحصة الماضية هي أن، لن، وكي. قلنا هذه الحروف عندما تدخل على الفعل المضارع تجعله منصوبا. مثال: يجب أن نحافظ على البيئة، لن أدوس الأزهار، نسرع كي نصل في الموعد. إذن علامة النصب تكون هنا هي الفتحة الظاهرة على آخره، واضح؟ إذن هذا فيما يخص ما تعرفنا عليه في الحصة الماضية. إذن اليوم سنكتشف أو سنكتشف درسنا الجديد حول جوازم المضارع. سنتعرف على الأدوات التي تجزم الفعل المضارع. أولا سأشرح ما معنى جزم. عندما أقول جزم يعني تجعل في آخره حركة سكون، أي الفعل المضارع عندما يصبح مجزوما يحمل في حرفه الأخير حركة سكون، واضح؟ وتكون علامة جزمه هي السكون الظاهر. إذا سنتعرف على ذلك أكثر من خلال الجدول، وسنكتشف كذلك جوازم الفعل المضارع. إذا نبدأ بأول جملة على بركة الله: يراجع سمير دروسه. تلاحظوا معي هذه جملة فعلية، يعني لأنها تبدأ بفعل. الفعل هنا هو يراجع، هو فعل في أي زمن؟ نعم، بل في زمن المضارع، لأنه يبدأ بحرف من حروف المضارعة وهو الياء. نعم، إذا قلنا في الأصل في الفعل المضارع أن يكون مرفوعاً، إذا لاحظوا علامة رفعه هي الضمة الظاهرة على آخره، واضح؟ إذا ننتبه إلى الخانة الثانية في الجدول. أدخلت تغييرا على هذا الفعل، على هذه الجملة، وقلت لم يراجع سمير دروسه، نفيت بأن سمير راجع دروسه، إذا لم تفيد النفي، إذا لم يراجع سمير دروسه. لاحظوا معي ما هو التغيير الذي حدث على الفعل المضارع في هذه الجملة. إذا في البداية قلنا يراجع سمير دروسه، ولكن عندما أدخلت لم قلت يراجع. لاحظوا معي أصبح آخر الفعل المضارع عبارة عن سكون، أصبح آخره ساكنا، واضح؟ إذا لماذا؟ لأنه دخلت عليه أداة الجزم لم، فلم أداة من أدوات جزم المضارع. إذا عندما تدخل على الفعل المضارع تجعل آخره ساكنا، فأقول بأن الفعل المضارع مجزوم بلم، واضح؟ وتكون علامة جزمه هي السكون الظاهر. إذا أولا سأقوم بملء الخانة الأولى كمثال. إذا أداة الجزم هنا هي لم، واضح؟ الفعل المضارع المجزوم هو يراجع، واضح؟ لاحظوا في البداية قلنا يراجع فهو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة، واضح؟ ولكن عندما أدخلت لم على الفعل المضارع قلت لن يراجع، تغيرت حركة حرفه الأخير من ضمة إلى سكون، وبالتالي قلت بأنه فعل مضارع مجزوم. لماذا؟
لأنه صدق بأحد أدوات الجزم وهي لم. واضح؟ إذن لم عندما تدخل على الفعل المضارع تجعل آخره مجزوما، أي تجعل حركة حرفه الأخير هي السكون الظاهر. واضح؟ كما في المثال قلنا لم يراجع سمير دروسه، إذن لم هي أداة جزم والفعل المضارع المجزوم هو يراجع. واضح؟ لذا نقوم بنفس العملية فيما يخص جميع الجمل الثانية الموجودة في الجدول. سأمر إلى الجملة الثانية، تقطف أزهار الحديقة. إذن تقطف هو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة، ولكن لاحظوا معي ماذا أدخلت على هذا الفعل؟ أدخلت عليه أداة جزم. نعم، إذن أين هي أداة الجزم في هذه الجملة؟ قلت لا تقطف أزهار الحديقة. إذن هنا أداة الجزم نعم هي لا. إذن تسمى لا ناهية. إذن لا في هذه الجملة نسميها لا ناهية. لماذا؟ لأنني أنهى بها شخصا عن القيام بشيء أو بعمل سيء. واضح؟ إذا نهيت مثلا شخصا عن قطف الأزهار فقلت لا تقطف أزهار الحديقة. مفهوم؟ إذا رأيت مثلا يقوم بقطف أزهار الحديقة وتوجهت نحوه وقمت بنهيه باستعمال أداة النهي لا، فقلت لا تقطف أزهار الحديقة. إذا هنا لا هي أداة جزم كذلك، عندما تدخل على الفعل المضارع تجعل آخره مجزوما، أي علامة جزمه هي السكون الظاهر. واضح؟ تجعل آخره أو حرفه الأخير يحمل حركة السكون. إذا هنا الفعل المضارع المجزوم بلا ناهية هو تقطف. إذن سأكتبه في الخانة الخاصة بالفعل المضارع المجزوم. واضح؟ لاحظوا معي كيف تحول الفعل المضارع من حالة الرفع إلى حالة الجزم. إذن وذلك بعد أن أدخلت عليه أداة الجزم لا. واضح؟ وقلنا بأن لا تسمى لا ناهية. واضح؟ إذن عندما تدخل لا ناهية على الفعل المضارع تجزمه. واضح؟ إذا هنا أقول تقطف فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمه السكون الظاهر. واضح؟ سأمر كذلك إلى الجملة الثانية أو الثالثة، لن تنجز واجباتك. نعم، إذا لاحظوا معي هذه كذلك جملة فعلية تبدأ بفعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه هنا هي الضمة الظاهرة. لاحظوا معي بعد أن أدخلت عليه حرفا آخر من حروف الجزم قلت لتنجز واجباتك. لأن ماذا فعلت هنا؟ أمرته بأن ينجز واجباته فقلت لتنجز واجباتك. واضح؟ إذا هنا الفعل عفوا أداة الجزم هنا هي لام الأمر. إذن هذه اللام تسمى لام الأمر، أي أستعملها لأمر شخصا بأن يقوم بفعل معين. واضح؟ إذن هنا أمرت هذا الشخص، أمرته بالقيام أو بإنجاز واجباته، فاستعملت لام الأمر، قلت لتنجز واجباتك. يمكن أن أقول كذلك لتنتبه لشرح الدرس، إذا أردت أن آمر تلميذا كي ينتبه لشرح الدرس أستعمل لام الأمر وأقول لتنتبه لشرح الدرس. واضح؟ إذا هنا قلنا لام الأمر هي أداة جزم كذلك للفعل المضارع. إذا هنا سأستخرج الفعل المضارع من هذه الجملة كذلك، الفعل المضارع المجزوم هو تنجز. إذا تنجز فهو فعل مضارع مجزوم
بماذا جزم؟ إذن جزم بلام الأمر، واضح؟ إذن سأقول تنجز فعل مضارع مجزوم وعلامة مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون الظاهر، مفهوم؟ إذن قلنا هناك لم نستعملها للنفي، لا ناهية نستعملها للنهي، وسبق لي أن تعرفت معكم على أسلوب النهي، أي هو أن أنهى شخصا عن القيام بعمل معين، واضح؟ ثم لام الأمر أستعملها لأمر شخصا بأن يقوم بعمل معين، واضح؟ إذن الجملة الرابعة ينجح في امتحان السياقة، كذلك جملة فعلية تبدأ بفعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه هي الضمة، لاحظوا معي كذلك التغيير الذي سيحدث على هذا الفعل بعد أن أدخلت عليه لم، قلت لم ينجح في امتحان السياقة، واضح؟ إذا اجتاز مثلا امتحان السياقة ولم ينجح فيه، فنفيت ذلك وقلت لم ينجح في امتحان السياقة. إذا هنا أداة الجزم في هذه الجملة هي لم، والفعل المضارع المجزوم هو ينجح، واضح؟ إذا لم أداة جزم تجزم الفعل المضارع، والفعل المضارع المجزوم هنا عفوا هو ينجح. ينجح فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون الظاهر. أمر إلى الجملة الثانية، إذا تستهزئ بغيرك، واضح؟ إذا تستهزئ كذلك هو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة، لاحظوا معي سأدخل عليه كذلك أداة جزم، لاحظوا الجملة بعد أن أدخلت على الفعل المضارع أداة الجزم، إذن قلت لا تستهزئ بغيرك، إذن هنا أداة الجزم بطبيعة الحال هي نعم، جيد، هي لا ناهية، إذن قلنا دائما نسميها لا ناهية، جيد. الفعل المضارع المجزوم هنا هو نعم تستهزئ، إذا تستهزئ هو فعل مضارع مجزوم، والشيء الذي جعله مجزوما هو حرف الجزم أو أداة الجزم لا، واضح؟ أو لا ناهية كما سميتها، واضح؟ إذا تستهزئ فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمه السكون ظاهر، واضح؟ سأمر إلى الجملة الأخيرة كذلك، تحافظ على البيئة، إذا الجملة الثانية تبدأ بفعل مضارع مرفوع، إذا لاحظوا معي سأحدث تغييرا على هذه الجملة بإدخال أداة جزم على الفعل المضارع، فقل لتحافظ على البيئة، أمرت شخصا ما بأن يحافظ على البيئة، إذا فاستعملت لام الأمر، إذا هنا أداة الجزم هي لام الأمر، نعم جيد، والفعل المضارع المجزوم هو نعم تحافظ، إذا تحافظ فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون الظاهر، واضح؟ إذا أدوات الجزم التي تدخل على الفعل المضارع فتجزمه هي لم، لا ناهية، قلنا لم تفيد النفي، لا ناهية، ثم لام الأمر، واضح؟ إذا قلنا وتكون علامة جزم المضارع هي السكون الظاهر كما تلاحظون في الجدول، إذا دائما الحرف الأخير في الفعل المضارع يصبح مجزوما أي يحمل حركة سكون، واضح؟
إذا نمر إلى الاستنتاج. لم يلزم الفعل المضارع أي يصبح حرفه الأخير ساكنا، أي يتحول من حركة الرفع إلى سكون، لأن قلنا الأصل في الفعل المضارع أن يكون مرفوعا. إذا قلت سأعيد، يلزم الفعل المضارع أي يصبح حرفه الأخير ساكنا إذا سبقته أدوات الجزم التالية: لم وهي تفيد النفي، مثال: لم أتسلق شجرة التفاح. لاحظوا معي أتسلق، إذا أصبح الفعل الأصل هذا الفعل هو أتسلق شجرة التفاح، إذا ولكن بعد أن دخلت عليه لم أصبح فعلا مضارعا مجزوما بلم، وعلامة جزمه هنا هي السكون الظاهر، واضح؟ إذا أو لا ناهية، إذا كذلك لا ناهية هي حرف من الحروف التي تجزم الفعل المضارع أو أداة من أدوات جزم الفعل المضارع، مثال: لا تلعب بالنار. إذا لاحظوا معي هنا الفعل المضارع أصبح مجزوما بلا وعلامة جزمه السكون الظاهر. من يجب أن أستعمل لا ناهية لأن هناك لا خاصة بالنفي أي لا ناهية، ولكن هنا أستعمل لا ناهية أي أنهى شخصا عن القيام بفعل معين، واضح؟ أو لام الأمر، أستعملها لآمر شخصا ليقوم بفعل معين، مثلا آمر تلميذا وأقول له لتحفظ دروسك، واضح؟ لأن أمرته بحفظ دروسه، لأن هنا استعملت لام الأمر. لاحظوا معي عندما دخلت لام الأمر على الفعل المضارع أصبح مجزوما وعلامة جزمه هي السكون الظاهر، واضح؟ أتمنى أن يكون الدرس مفهوما. إذا نمر إلى التطبيق. إذا أدخل أداة الجزم المناسبة لم، لام ناهية أو لام الأمر على الفعل المضارع في الجمل التالية. إذا الجمل هي: تتصدق على الفقير، تضيع وقتك في اللهو، أقصر في أداء واجبي، تزهر شجرة البرتقال. إذا هذه بطبيعة الحال هي جمل فعلية لأنها تبدأ بفعل، والفعل الذي تبدأ به هو في زمن المضارع وفعل مضارع، ودائما قلنا بأن الفعل المضارع يكون مرفوعا، إذا الأصل في الفعل المضارع أن يكون مرفوعا، ولكن سنحدث عليه تغييرا بإدخال أداة من أدوات الجزم التالية: لم، لا، ولام الأمر، واضح؟ إذا سأبدأ بالجملة الأولى، نأخذ مهلة للتفكير، كذلك فكروا في الجواب ثم سنقوم بالتصحيح بعد ذلك. إذا تتصدق على الفقير، إذا سآمره هذا الشخص بأن يتصدق على الفقير، ماذا سأقول؟ نعم جيد، سأقول لتتصدق على الفقير، لن آمره بأن يتصدق على الفقير، واضح؟ لأن هنا أدخلت على الفعل المضارع لام الأمر، واضح؟ لاحظوا كيف أصبح، إذن الجملة الأولى كان مرفوعا، ولكن بعد أن أدخلت عليه حرف الجزم لن أصبح مجزوما وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، واضح؟ لن ننظر إلى الجملة الثانية: تضيع وقتك في اللهو. لأن هناك مثلا تلميذ أو شخص يضيع وقته دائما في اللهو أي في اللعب،
إذن ماذا سأفعل؟ سأنهاه عن تضييع وقته في اللهو. ماذا سأقول؟ إذن سأستعمل نعم لا ناهية. إذن ماذا سأقول؟ نعم جيد، لا تضيع وقتك في اللهو، واضح؟ إذن هنا قمت بنهيه عن تضييع وقته في اللهو. إذن هنا أدخلت لا النهي على الفعل المضارع فأصبح مجزوما، واضح؟ علامة جزمه هي السكون الظاهر. إذا ننظر إلى الجملة الثالثة، مقصر في أداء واجبي. إذا لاحظوا معي سأدخل كذلك أداة الجزم المناسبة، أظن أنكم تعرفتم على أداة الجزم المناسبة لهذا الفعل. نعم جيد، سأقول لم أقصر في أداء واجبي. إذن أدخلت لم التي تفيد النفي على الفعل المضارع، فقل لم أقصر في أداء واجبي، واضح؟ إذن لم أداة الجزم، والفعل المضارع المجزوم هو أقصر، وعلامة جزمه هي السكون الظاهر. الجملة الأخيرة، تزهر شجرة البرتقال. نعم، ما هي أداة الجزم المناسبة للفعل تزهر؟ نعم، أو التي سأدخلها على الفعل تزهر. إذن سأنفي بأن شجرة البرتقال قد أزهرت بعده. إذن سأقول لم تزهر شجرة البرتقال بعد مثلا، واضح؟ إذا لم أداة جزم تزهر فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون ظاهر، واضح؟ إذا كتذكير، إذا قلنا يلزم الفعل المضارع الصحيح إذا دخلت عليه أدوات الجزم التالية، وهي لم لا ناهية ولام الأمر، واضح؟ فتكون علامة جزمه هي السكون الظاهر. نعم، إذا بهذا أكون قد أنهيت هذه الحصة. أتمنى أن ألقاكم في حصة أخرى وأنتم على خير أحبائي، إلى اللقاء.